السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم الفنك فوكس، ثعلب الفنك اللي هو فنك زردة لاتينيم، فنك فوكس انجليش. الثعالب المصرية يا جماعة في مصر حوالي بالظبط أربع أنواع، منهم ثعلب روبيلا، منهم ثعلب بريدة، منهم ثعلب الفوكس الأحمر العادي البلدي، ومنهم ثعلب الفنك. اجمل ما فيهم ثعلب الفنك اللي انتم شايفينه ده. ثعلب الفنك يميز انه ما بيكبرش عن الحجم اللي هو فيه ده خالص، نفس الحجم اللي هو فيه ده ما يكبرش عنه. ياكل لحوم في الصحراء، ياكل عارب، ياكل ليزر نوع من السحار، ياكل تعابين صغيره. ثعلب الفنك يا جماعه مميز ان هو بيألف، يعني الحيوان ده بيألف وياخد على صاحبه ويتربى في البيوت ويتربى في المنازل. بياخدوه بعض الدول العربية بيستفادوا منه ان هو بيخلوه أليف، يعني يألفوه، غير ان احنا هنا بنعلمه الشراسة وبنعامله بطريقة انا اسف يعني مش كويسة. فهم بره بيعلموه ان هو ياكل حاجات أليفة. ثعلب الفنك مميز ان هو حيوان يعيش في الرملة، في الرملة فوق في الرمال، يعني يسكن في الأماكن اللي فيها الرملية ويفحت شق ويقفل على نفسه. يولد في السنة مرة واحدة، يولد من واحد لأربعة، حد أقصى أربعة، ما يولدش أزيد من أربعة. ثعلب الفنك مميز يا جماعة إن هو ميزته إن هو حيوان لطيف جميل الشكل زي ما أنتم شايفينه، أوريه لكم أهو أقرب عليه. حيوان ودانه طويلة، بتتميز عن أي ثعالب في العالم كله، الودن بتاعته طويلة جدا زي ما أنتم شايفينه. حيوان مميز إن هو بيألف على صاحبه، حيوان مميز إن هو لطيف شكله جميل جدا. ثعلب الفنك يعيش بالرمال المصرية كتير، مرس زي سينا، زي مرسي مطروح، من أول مرسي مطروح لحد حدود ليبيا يعيش كتير فيها. ثعلب الفنك يا جماعة من النوعية اللي هي يعتبر آكل الزواحف والثعابين في الصحراء، يعني هو ياكل الثعابين والزواحف، يمسك العقارب ياكلها في الصحراء. بعض الأوقات يتغذى على الفاكهة، لو قابلته فاكهة مثل البلح، مثل البطيخ، مثل أي خضروات، ينزل الغيط وياكلها من صاحبها. نحط له رز وعيش ياكله على أساس برضه يهدى عندنا ويألف. بنحاول إن احنا نروض الحيوان ده ونولده ونعمل منه حاجات حلوة. ولو يسمح لنا الوقت إن أنا أوريكم فيديوهات والدة ثعلب الفنك ده والد عندي وبيرضع ولاده، هحاول احط لكم فيديو صغير، مقطع صغير مع نفس التصوير ده. يعني بصراحه ثعلب الفنك يا جماعه العالم كله بيدور عليه ان هو يربيه ويخليه يالف عنده. ثعلب الفنك مميز ان هو حيوان بيخاف، يعني ما بيهاجمش، فهو ميزته ان هو ايه، بيخاف ما بيهاجمش، وجميل جدا. يعني عارف شكل الثعلب نفسه في نوع من الحلاوه، يعني بص شكله عامل ازاي، وهو الشق بتاعه والمغاره بتاعته عامل ازاي. ما بيكبرش، وزنه لا يتعدى ال 2 كيلو، وزن ثعلب الفنك لا يتعدى ال 2 كيلو. ثعالب بيقولنا في مصر ان الثعالب اربع انواع، اميز ما فيهم هو ثعلب الفنك. ثعلب الفنك مميز على انه بيألف، في بعض الدول خدته وتخليه يألف عندها وتكاثر عندها وهي زي ما احنا بنعمل برضه. وكل سنة وانتم بخير ومصر بخير والعالم العربي بخير وصحة وسعادة، وزورونا على افريكانو طلبة ودعمونا وادونا لايك زي ما بيقولوا، وقفوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين والعالم كله بخير وبصحة وسعادة. مع ألف سلامة. تحيات صلاح طلبة.